في نفس الأبيار اللي في سقارة تمثال أجمل ما رأت عيناي من البرونز، تقيل سوليد مش مجوف. أغلب الظن كده للإله نفرتوم، ومش كده وبس، ده واخد شكل زهرة اللوتس، وفي تطعيم من الأحجار الكريمة، منها العقيق الأحمر، منها التركواز، ممكن يكون لابس لازولي. لا، حاجة في منتهى الجمال والروعة. أحد الأبيار اللي احنا نزلناها بنتكلم على 10 متر تحت الأرض. بمجرد ما بننزل 10 متر تحت الأرض بنلاقي الصالة الرئيسية دي فيها على الأقل صفين، اللي واضح قدامنا من التوابيت الخشبية في حالة رائعة جدا 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 جدا. واضح انه فيه هنا كت وانتهى هنا بالشكل ده، لكن ده برضو ده المستوى العالي. هنا في مستوى تاني دفنة تحت، لكن التابوت ده تاني حاجة. بسم الله ما شاء الله، لما نبص هناخده من هنا اسود على طبقة القار. ماسكتش على كده المصري القديم، لا ده لو بصينا شوية هنشوف الالوان والنقش اللي فيه. طبعا لما يطلع فوق وياخد شوية كونسوليديشن، بس مش هنقدر طبعا نطلعه عشان تغيير الجو. هنا في شوية نسبة رطوبة هنسيبه عشان يتعادل مع الجو. البير ده لسه مفتوح، السدة اللي كانت عليه